مرحبا مشاهدينا بحلقة جديدة من كوفيد 19 ستوديو أيوبي النهار. أنا الدكتور حسين إسماعيل من قسم القلب ورئيس اللجنة الطبية. اليوم بسعدني استضيف زملاء من تقريبا اختصاصات تشبه بعضها كلياتنا. رح نحكي اليوم عن الجلطات بجلطات الدم وتخثرات بزمن الكورونا. برحب بداية بالدكتور جمال حب الله، هو رئيس دائرة الجراحة بمستشفى الجامعة الأمريكية. أهلا وسهلا فيك دكتور جمال. وزميلنا الدكتور بيير بوخليل رئيس قسم طب الرواية، وهلأ مسابقة كمان مارق بقسم الكورونا عنا. مرحب فيك دكتور بيير. بداية رح نبدأ مع الدكتور حب الله. دكتور حب الله، خبرنا شو قضية التخثرات الدم والجلطات عموما وبالكورونا خصوصا. شكرا دكتور اسماعيل، ومنرحب بالمشاهدين. الحقيقة كتير مهم أن الواحد يحدد شو هي الجلطات. الجلطة عبارة عن دم متجمد، وهالدم المتجمد فيكون بعدة محلات بالجسم وبالأوعية الدموية. وكتير مهم كمان نوضح شو هي الأوعية الدموية. الحركة الدموية فيها قسمين، فيها قسم بوصل الدم من القلب للأعضاء والأطراف اللي هي الشرايين، وبالإنجليزي arteries artery بالفرنساوي، أو الحركة الثانية اللي بترجع الدم من الأعضاء ومن الأطراف للقلب لتكتمل الحركة الدموية، وهو الأوردة veins أو vein بالفرنساوي. هلأ الجلطات، هالتجمد الدم فيه يصير بحيلا قسم من أو من الشرايين أو من الأوردة. ولما بصير بهالأوعية في له عوارض. إذا صار بالشريان معقول يأثر على وصول الدم للعضو اللي عم بيواصله هالشريان، ويمكن يعطي فشل لهالعضو أو يعطي غرغرينا للطرف. بالفين بالوريد إذا صار فيها جلطة معقول تتمدد الجلطة، ومن هنيك ترجع تنتقل من الوريد للقلب للرواية وتعمل مشاكل. فكتير بيأثر الـ وين بتصير الجلطة وكيف مضاعفاتها وتأثيرها على الإنسان. فإذا بدنا نطلع مثلا، كتير مهم نلاحظ أنه الأوعية الدموية الجدار اللي لها مؤلف من عدة طبقات، والطبقة الداخلية بتكون مؤلفة من شيء اسمه إندوثيليوم. الخلايا هيدي عندها مواصفات خاصة بتخلي الدم يمرق عليها بطريقة سلسة وما يجمد الدم. هلأ إذا تعرضت لجرح أو تعرضت لأسباب معينة خلت الدم يصفي لزج أكتر، فيسكس أكتر، بصفي الدم معقول يعمل تخثر وتجلط ويسد هالوريد أو الشريان. مثل ما شايفين بالصورة هون، بنشوف الكريات الحمر، بنشوف بلاكات، وبنشوف مطرح بالوريد أو بالشريان، وبالجدار كيف بتبلش الجلطة. هلأ الشغلة الثانية المهمة انه نعرف انه هول الخلايا تبعول الانر لايننج، تبعول الطبقة الداخلية تبعيت الأوعية الدموية، فيها ريسبتورز. هول الريسبتورز كتير مهمين، لانه الكوفيد فيروس في يتلقط على هالريسبتور ويفوت على الخلايا ويعمل التهاب بقلب الخلايا. يعني عم نحكي هلأ دكتور حب الله بتلهب بالجدار الأوعية الداخلي. هيدي قسم من الشغلات اللي بتصير، انه ايه الكورونا فيروس الكوفيد فيروس في يعمل التهاب للاندوثيليوم لهالخلايا، هيدي بفوت منها الريسبتور بيعمل التهاب لهالخلايا، وهذا احد اسباب الضرر يلي بيصير ومنه ممكن يسبب التجلطات. 100% هيدي احدى الشغلات اللي بتصير. هي في عده مكونات لتصير الجلطه، بس هيدي وحده بس. فمثلا اذا صارت الجلطه بالشرايين، فيها تصير بشرايين القلب بتعمل ذبحه قلبيه، في تصير بشرايين الرقبه والدماغ بتعمل ساعتها جلطه بالراس او فالج، فيها تصير بشرايين الاطراف بتعمل هيدا اللي بنسميه كوفيد توز، بيزرقوا الاصابيع بيزرقوا الاطراف، فيها تصير بالمصارين بتعمل غرغرينا للمصران، بالفينز بتعمل تجلط بالفين اللي معقول يعمل ورم للاجرين، وهيدا الاكثر شيء كومن، اكثر شيء بصير، ومنه تنتقل من الجلطة من الإجر على الرواية وتسبب مشكلة بالتنفس أو بحركة القلب. وهذا دكتور حب الله، نحن بنعرف أنه الجلطة اللي هي بالوريد بالفين بتصير بالكورونا وبلا كورونا، ولكن عم تصير كأنها شوي أكتر مع الكورونا. مزبوط. شو هي عوامل الخطر يعني، وليش عم تصير هالأمور نلاحظها أكتر؟ خليني بدي فرجيك على هذا الجراف اللي هون. هلأ الخط الأحمر بفرجيك عادة حركة الدم ونسبة
سلاسة الدم ونسبة اللزاجة تبعية الفيسكوسيتي. الخط المنقط هو إذا طلع المستوى أعلى من هالخط المنقط بصير الشخص بصير معه عنده جلطة. فلنقول هيدا الخط الأحمر هو بالوقت الطبيعي. إذا صار في عنا شغلة خلت الجسم يزيد نسبة التخثر فيه مثل الكانسر، الأمراض الخبيثة أو الكوفيد، هيدا بيعلي المستوى تبعية التجلط. لنقول هالشخص هلأ إجته حادثة خلته استيمولوس زيادة أكلها ضربة، إذا كان شخص طبيعي ما بتوصل الضربة بتوصله على الخط الأبيض اللي بيعمل فيه تجلط. بينما بمريض الكانسر أو مريض الكوفيد نفس الضربة بتعلي لها المستوى لهاللي بأساسها بصير في عنده تجلط، بصير في عنده تخثر بهالشريان أو بالوريد. فمن هالمبدأ هيدا الشغلات الرئيسية اللي وضحت من سنة 1850 مع دكتور فيركاو اللي هي انه في ثلاث عوامل رئيسية بتخلي الواحد يصير في عنده جلطات. واحدة منها عدم الحركة، فينوس ستيسس، يعني اذا الواحد الاجر ما عم تتحرك، وهذا كثير مهم بالسفر بعدة شغلات، واحد مريض قاعد بالتخت ما عم بيتحرك، ما في حركة، الدم ما عم بيتحرك، بصير معرض الدم انه يعمل جلطات. اذا اكل الواحد ضربة على الوريد او ضربة على الشريان كمان صار في خزق بالاوعي، بيتعرض ساعتها كمان انه يصير في عنده تجلطات. والشغلة الثالثة هو الانفلاميشن بحد ذاتها، بتفرز مواد بتخلي نسبة الدم تصفي هايبركواجلبل، يعني يصير فيها تخثر او استعداد للتخثر اكتر من غيرها. هلا فيها تكون وحدة منهم، فيها تكون اثنين منهم، فيها تكون ثلاثة منهم. يعني مثلا عند مريض الكوفيد الخلايا تبعول الاندوثيليوم بصير فيهم التهاب، فهو اللي بينضربوا نوعا ما، بصير في رياكشن انفلاماتوري رياكشن بتخلي سيكريشن للسيتوكاينز، هو اللي بحد ذاتهم هني بيخلوا الدم يصفي فيسكس اكتر، لزج اكتر، بيصفي بجمد اكتر. وعدم الحركه لانه بيكون المريض ما عم بيتحرك، مريض قاعد بالتخت او بالاي سي يو، هالشغلات هو اللي بصير في عندنا ثلاثه فاكتورز مع بعض بيعرضوا الشخص ساعتها انه يكون في عنده فيري هاي تشانسز انه يصير في عنده كلوت بجسمه. ترحب الله، ذكرت قضية أهمية الحركة وأنه نقوم نحن نتحرك كرمال نمنع إذا بدك وصول الجلطة. هلأ بعرف أنه هذا الشيء كنا عم نناقشه شوي قبل البرنامج تحت الهواء مع الدكتور بيير ومعك، عم نحكي كتير هلأ بالمسافرين يلي بدهم يجوا، ونعرف أنه من ضمن الإجراءات يلي كانت عم متبعة وبعتقد لحد هلأ بعد متبعة، أنه خصوصا اللي عم يجوا من أماكن بعيدة عم ينطلب منهم أنه ما يشربوا، يضلون صايمين، بالتالي بينشفوا، وبس بدهم يطلعوا بالطيارة، وكلنا بنعرف انه الطيارة كمان بتزيد النشفان وما في حركة. بتحس انه هالإجراءات هيدي لازم تشمل اشياء وقائية لتمنع الجلطات وخصوصا عن مرضى الكورونا؟ انا برأيي ضروري، لانه الحقيقة بمجرد ما يطلع الانسان على الطيارة حتى ما في كورونا او ما في كوفيد، مثل ما تفضلت الجسم بنشف، بيصير فيه ديهايدريشن. بدك تفكر بعطيك مثلا، فكر الدم مثل القطر مثلا، كل ما يكون القطر فيه مي زيادة كل ما بيكون طري، كل ما بتغليه وبينشف منه المي كل ما بصفي جامد أكتر ومعقول يحجر. الدم تقريبا نفس الشيء، بيكون المريض على الطيارة ما بيشرب مي، ببلش ديجس ديهايدريتد، والطيارة بحد ذاتها ديهايدريتد، وبقولوا له ما يمشي، يعني عم تبلش تعمل كل العوامل اللي معقول تسبب جلطة بالإجر. وكمان نحن عنا بالمنطقة هون في تقريبا 15-20% من الأشخاص عنا عندهم استعدادات جينية، يعني genetic predisposing factors، إنه يكون في عندهم hypercoagulability. hypercoagulability يعني بيكون مستوى التخثر عندهم شوي صغير أكتر من غيرهم. يعني كل هالشغلات مع بعضها بتخليني أقول إنه ننصح الشخص اللي بده يطلع على الطيارة وعنده ريسك إنه يكون عنده كوفيد، يمكن مش غلط إنه إذا مش قادر يشرب مي كتير ويتحرك ويحرك إجريه ويكون عم يحرك طول الوقت، إنه ياخد نوع من المسيل للدم إذا في عنده ريسك، أو خاصة إذا كان عامل جلطات بالماضي، لأنه إذا عامل جلطة بالماضي معناته عنده very high risk إنه يرجع يعمل جلطة تانية، خاصة إذا مشوار طويل. هلا إذا مشوار قصير أبو ساعة ساعة ونص مش مشكلة، بس إذا مشوار طويل كروس أتلانتيك 7 ساعات طيران، 5 ساعات، 4 ساعات، وقاعد بالمواصفات اللي كنت عم تفضل فيها، يمكن a strong consideration لازم الواحد يكتر
لازم اذا ما في كونترا انديكيشن كمان انه يمكن محبس مش غلط انه ياخذ مسيل للدم. هلا هون منيح نلفت نظر المشاهدين والمجتمع الطبي اللي عم يسمعنا انه في كثير اشياء من الملاحظات والريكومنديشنز او الارشادات يلي عم تنعطى عم يتم اذا بدكم صناعتها هلا، لانه بكل بساطه هالمرض جديد وعم نتعلم عليه، فبالتالي يمكن من باب الاحتياط مثل ما ذكرت لو بغياب اذا بدك ادله دامغه بفايده للبروفيلاكسس يعني الوقايه ادويه الوقايه الاحتياطيه للجلطات، انه يمكن اللي عم يجوا من مسافات يطيروا من مسافات طويله خصوصا مثل ما ذكرت اذا هن عندهم استعداد صاير معهم جلطات انه يحكوا مع حكيمهم ينشاف اذا بياخذوا اي نوع مسيل اذا ما في اي شيء بيتعارض هالشيء مع وضعهم الصحي. يعني نحن كمان كثير بدنا ننبه هلا مش من المشاهدين ما يفكروا انه كل واحد بده يطلع على الطياره هلا لازم ياخذ مسيل للدم قبل ما يطلع، كمان بنكون عم نعطي شغلات شوي صغيره اكثر من اللازم. يعني بتصور انه كل حالة مفروض تندرس بحد ذاتها، بس اذا شخص في عنده suspicion of في احتمال انه يكون عنده كوفيد او مشوار طويل وما رح يشرب على الطيارة وعنده هالاحتمال، يعني لازم يلاحق مع حكيم قبل ما يترك ويتأكد انه هل هو بيستفيد من انه ياخد مسيل للدم او شيء وقائي. وعلى كل الحالات هيدا موضوع انه ما يفوت على التواليت او مي وما يشرب مي ابدا ابدا خلال السفر، وما بتصور شيء مفروض يكون مبالغ فيه، لازم الواحد يشرب ماء، يحرك إجري، حرك إجري قد ما فيه خلال الطيران لحتى ما يعرض حاله لهالريسك هذا. دكتور أنا بوافق، لأن كل اللي عم بنقوله وحكيناه نحن مثل ما قال دكتور إسماعيل تحت الهوى، ونحن عم بنشوف كتير بالإنتنسيف كير لتريتشر بالعناية الفائقة الدراسات الجديدة إنه عم بيقولولنا مستوى الحماية من التخسر بدنا نعليه. يعني إذا كان الواحد لازم ياخد ابره وحده مثلا بالنهار اعطوه ابرتين او اعطوه دوز اكثر، وزيت الشيء بتنطبق على السفر اللي حكيناه قبل شوي. الارجح اذا حدا بالايام العاديه ما في مشكل، يمكن اذا معه كورونا وبظل الاحتياطات اللي عم تنفرض عليه منها ما تشرب وما تحرك، يمكن هيدا الشخص بيستفيد من حمايه من التخسر، بس مش انه الكل اوتوماتيكمان ياخدوا. يعني إذا معروف أنه عنده إذا معروف أكيد أنا 100% لأنه إتز معروف صارت هايبر كواجل. إذا المريض معروف عنده حتى لو ما بيشي وقت تحطه بسيتيواشن معقولة يعمل كلات، ساعتها مثل ما شايفين الليترشور بتقلنا لا air on the safe side 100%. أعطوه الدواء واعطوه الحماية، ما تنطروا لا سمح الله يصير. بدنا ننبه انه هالشخص ما يكون عامل له مثلا نزيف بشي قصة ما عنده، يعني لحتى ما يفكر الواحد انه ايه بناخد مسيل للدم وبنمشي. يعني اذا واحد لا سمح الله عامل شي براسه او نزيف ممنوع ياخد سيل 100%. عشان هيك لازم الواحد مش انه يروح على الفرمشية يقول له اعطيني شي للسيلان، يلاحق مع الحكيم اللي ادويه السيلين خطره 100%. يعني بعتقد هذا الموضوع اللي عم نضوي عليه هي زاويه كثير اساسيه انه يرجع يتنبه المريض، وخصوصا منهم اللي عم يسافروا او اللي هلا عم ينكشف عندهم كورونا، هي انه لازم يتواصلوا مع الاطباء ويكونوا على علم كافي بكل وضعهم الصحي كرمال اي تضارب بالادويه او اي شيء بيتبين، خصوصا انه نحن هلا يعني من 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 شهر 12 لليوم عم نحكي صرنا 8 مليون ونص حاله كورونا، فيهم 450 الف وفاه. بس اذا بنشوف نحن كميه الاعضاء وكميه الامراض يلي هي عم تنتج كمضاعفات للكورونا، شيء عن جد غير مسبوق يمكن بتاريخ الطب. دكتور أبو خليل، فتنا لعندك أنت من باب الجلطات بشكل عام، شو عم تشوفوا جلطات هلأ بقلب الكورونا بالعناية الفائقة؟ هلأ بالعناية الفائقة عم بنشوف كمية جلطات أكثر مما عادة بنشوف. يعني عادة إذا أخذنا بروفيلاكسس، إذا أخذنا حماية للجلطات، كمية الجلطات بتكون 5% 3% أو حتى أقل. الدراسات اللي عم تطلع انه مع الكورونا هالكمية فيها عم توصل، اذا فينا نحط السلايد بليز، دراسات بتقول انه حتى بتوصل ل 43%. يعني almost نص المرضى الموجودين بالانتنسيف كير يونت معقول يكونوا عاملين جلطة، واوقات في منهم بيعملوا جلطة حتى لو عم نعطيهم حماية والحماية العادية. فهلأ الليترشور والدراسات عم بتقول انه بدنا نعلي مستوى الحماية
أو إذا المريض عنده كتير ريسك فاكتور مثل ما شرحهم دكتور جمال، أو إذا عندهم الوضع بيخوف نعطيهم تريتمنت دغري كأنه عندهم جلطات تنحميهم من هالشغلة، لأنه الجلطة منا مسحة، البولموناري أمبوليزم تقتل، وإذا جلطة صارت بالكوروناري أرتري أو بالأرتري أنت بتخبرنا عنها أكثر مما أنا لك خبرك عنها شو بيصير. فالجلطات بالآي سي يو عم بيبين عنا أنه بالكورونا كمرض عم تيجي أكثر مما بنشوفها بالأمراض التانية، حتى وقتا نحنا ناخد زيت الأمراض. يعني إذا أخذنا مرض مريض عنده ARDS أو نيمونيا، اللي عنده كورونا عنده كوفيد البرسنتج يعمل جلطات أعلى من المريض اللي ما عنده. المريض اللي عنده سيبتيك شوك مع الكورونا أعلى يعمل جلطات من اللي عنده. بالمبدأ في أربع أسئلة أنا حطيتهم بالسلايد هون بننسأل كتير عليهم كأطباء بالنسبة للجلطات والثرومبو أمبوليزم، ودكتور جمال كمان في جاوب معي. أول سؤال، هل في زيادة بالريسك فاكت، هل في زيادة جلطات بالكورونا؟ جواب إيه، هيدي شغلين حسمت بالدراسات، بطل انه يمكن ايه يمكن لا، في مستوى اعلى من اللي بنشوفه عاده فهون بيجي السؤال الثاني والطبيعي، شو بنعمل تنحمي المريض؟ هون بعد الامور شوي فيها اخذ وعطاء بالليترتشر. بنبلشها بحدا مثلا طلع عنده الكورونا بوزيتيف يحوب البيت وما بشي، ولا شو بنعمل بالمريض اللي صار بالمستشفى، وشو بنعمل بالمريض اللي صار بالانتنسيف كير؟ طبيعي انه كل ما المريض حالته تصير اسوأ بنصير بدنا نتدخل طبيا اكتر، ومستوى الحماية ومستوى العلاج للجلطات بصير يعلى من انه ما نعمل شيء ونقول له انتبه وعمل سبور واشرب ماي، لا نقول له بدنا نعطيك دواء حماية، لا اوقات نعطي دوبل دوز دواء الحماية، لا او حتى اذا ما في جلطات نعطي علاج للاستباقي اذا بدك للبريفنت. لا بس لحتى نوضح للمشاهد، ذكرت انت انه نحن طبعا يعني في عنا عدة كاتيجوريز للمرضى، في مجموعة من المرضى بنقول لهم انتم ما بكون شيء، فيكم تقعدوا بالبيت اوكي بالحجر المنزلي، يعني خصوصا لما كان في ضائقة بعدد الأسرة فكان هذا مطلوب. يعني واحد ذكرت انه بيكون حالتهم صارت شوي عم تفرجي مؤشرات خطر، نطلب منهم انه يفوتوا، بس يفوتوا يدخلوا على المستشفى، يقعدوا اما بغرف يلي هي مش غرف عناية، او اذا احتاج او اذا احتاجوا عم نفوتهم على غرف عناية فائقة. صح. هل في اي شيء بيحكي انه لازم ياخذوا مرضى الكورونا المصاب بالكورونا يلي قاعد بقلب منزله، هذا اللي منقول عنه حالة باردة نسبيا، هل في اي دليل هلا موجود بيقول انه او ارشاد انه لازم ياخذوا مسيل دم؟ ما في ارشاد، بس بيقولوا انه بده يكون الواحد متنبه اكثر، فيمكن حدا عنده حالة أو سائب عنده قبل حالة دي في تي وهلأ صار بالبيت وما عم يحرك، هذا بدنا نفكر فيها. بس الإرشادات للمرضى بالبيت ما بقولوا أنه لازم نعمل لهم يعني بس لازم ناخد كل مريض بحد ذاته. صح. يعني إذا عندي مريض أوفر ويت وزنه فوق الزيادة عن اللزوم، عنده عامل جلطة قبل بمرة مثل ما تفضلت، أو معروف أنه عنده بالعيلة جلطات. ناس حدا بالعائلة عامل جلطات من قبل، منه من النوع اللي بيحرك وقاعد نايم عم بيبضيها طول وقت نايم بالتخت، يمكن هذا الشخص أحسن أنه ياخد مع أنه ما دخل على المستشفى. معظم الإرشادات بتقول أنه إذا دخل على المستشفى admitted patients لازم ياخد prophylactic، لازم ياخد احتياطات أدوية احتياطات للجلطات. يعني هون نحن شوي عم نتعمق فيها، لأنه مثل ما ذكر دكتور حب الله ومثل ما أصلا بعالم الطب كلنا بنقول أنه عطول يجب أن يكون العلاج والتداوي مشخصا، يعني personalized مفصل على قياس المريض، مش أنه واحد قياس واحد بيساعد الجميع. فهون بنعرف نحن أنه من ضمن الأشياء اللي بتصير أنه خصوصا مثلا الناس يلي نطلب منهم يقعدوا ببيوتهم، يمكن بيتهم يكون صغير او يمكن يكون بيتهم ما بيسمح انه هن يتنقلوا ويحركوا، كمان يعني بيئه البيت يعني تلعب دور حتى لو البيت كبير، اذا قاعد طول الوقت على الكمبيوتر ما تحرك، وقاعد طول الوقت عم بيحضر تي في ما عم بيتحرك عم بيحضر تلفزيون، بده يعرض حاله لمشكله. فعشان هيك بده الواحد خصوصا اذا عنده مرض بيسبب هالشغله، يعني مش انه واحد عم يحضر تلفزيون صار اوتوماتيك ما بده يخاف على حاله، مزبوط. بس اذا حدا عنده
كوفيد 19 اللي هو بخليه يعمل هالمرض يعمل جلطات وما بقى عم يحرك يقعد بالتخت ويحضر تي في بالتخت وياكل بالتخت وماكسيموم. مهم كمان انه نوضح، انا قلت قبل انه الجلطات بتصير بالشرايين وبالاورده، بالكوفيد بالبيشنتس تقريبا 95% من الجلطات عم بيكونوا بالاورده بالفينز وباللي بيطلعوا على الرويه، غير الانواع الثانيه اللي بتصير بالاطراف. وهول القعدة البيت ونشفين والديهايدريشن وعدم الحركة وكل هالشغلات هيدي اللي بتساهم فيها. دكتور أبو خليل لفتني بواحدة من السلايدات، يمكن ياريت لو بيعرضونا إياها، بس إذا بتشرح للمشاهد شو هي هيدي السي تي سكان، بتشرح لهم أكثر للمشاهدين ليعرفوا شو هي هاي الصورة اللي أنت حطيتها. هيدي صورة سي تي سكان مبين فيها كلوت ثرومبوزز، يعني مبين فيها بولموناري امبوليزم، يعني مبين فيها جلطة. هيدي الجلطة أكترية الأوقات وقت الجلطة تصال على الرواية بتكون بلشت بالشرايين، شرايين الإجر أو شرايين الإيد، بس أوردة الأوردة الأوردة بلشت بالأوردة، بعدين بدي استعمل تير هيك فلتت بتمرق بالقلب والريه بتصير مثل منخل ما بتخليها بتعلق بالريه. فهيدي الصوره اللي شايفينها هون شريان ملونين وبالابيض، وبقلب هالشريان الملون بالابيض بنشوف زيح اسود على الجهتين. هيدا هو التخثر، هيدي هي الجلطه، وهيدي مطرح اللي اجت وراها ما بعود يمرق الدم بسهوله. والدم اللي قدام بصير مثل عشقه سائل، بصير عشقة سير. وهيدي إذا كانت الكمية كتير كبيرة بهالمنطقة في الواحد يموت مثل ما بقول بساعة الساعة، يعني ما بتلحقه. فعشان هيك بنحكي نحن أنه الحماية، والحماية بهالوضع. هلا في شغلة تانية، نحن الأوعية الدموية في عنا شيء ماكرو وفي شيء عنا مايكرو، وهذا كمان كتير مهم كمان نتطرق له هون، لأنه الجلطات اللي بنشوفها عادة بالإجر بتكون بالماكرو بالأوردة الكبيرة وبتطلع، بس كمان عم نشوف بالكوفيد بيشنتس عم بيكون في عندهم قد مايكرو ليفل على الأوردة الرفيعة الصغيرة والشرايين الصغيرة، عم بيصير في عندهم كمان تخثرات، وهيدي عم تعمل مشاكل. عشان هيك شوي ديفرنت عن الـ ARDS. هيدا هون في هالدراسات الجديدة شافوا المرضى اللي توفوا بالكورونا، كل المرضى اللي توفوا بالكورونا أكتريتهم أكيد عندهم ARDS نمونيا، قسم كبير منهم كان عنده هالتخثرات وهالبلموناري أمبوليزم بالمايكرو مايكرو، مما يعني أنه بهالمرض الرية بتنضرب على عدة على طريقين على طريقتين، عم تنضرب من الإنفلاميشن والARDS والالتهاب اللي بيخلي هالرية تعمل هالنمونيا وهالالتهاب القوي، وبذات الوقت الدم اللي عم يوصل او عم يجي من الرية عم بكمن عم بيكون في مشكل وعم بيكون في امبوليزم. وانا هون بدي اسالك سؤال دكتور اسماعيل، الكوفيد عم بيأثر على القلب وعلى شرايين القلب وعلى الوضع المايوكارديوم، صح؟ فشكرا. مثل ما ذكرنا، يعني مثل ما هلا الحديث وصار واضح للمجتمع العلمي الطبي كله انه الكورونا عم يكون له مضاعفات على كل الاعضاء. بالقلب مبدئيا اذا بس لحتى نبسطها، بالقلب في عنا نحن عم نحكي على ثلاثه سيستمز بيشتغلوا مع بعضهم. في السيستم يلي هو مبسطه هي المضخه، اوكي، العضله، وفي السلك الكهربائي يلي بيعطي الكهرباء بقلب القلب، اوكي، وفي عنا الشرايين. للاسف الثلاث اعضاء هودي ثلاثه سيستمز يلي هن بشكلوا القلب ثلاثتهم عم يتاثروا بالكورونا. منهم مثل ما ذكرت دكتور حب الله حضرتك انه بصير في تلهب مباشر، يعني معنى الفيروس بيضرب الخلايا وبشكل مباشر، ومنه عم يكون مش مباشر، منه عم يكون بفعل الالتهابات كلياتها الموجوده بالجسم، حتى عم توصل انه بقلب الشرايين القلب بنصير عم نشوف حالات بينسلخ الشريان من جوا، يعني فعليا ما بيكون في جلطه قد ما هو في انسلاخ للشريان لانه بيضعف الشريان من جوا. فعم نشوف كل شيء يعني بقلب الكورونا، عم نشوف كهربة قلب عم تتعطل، عم نشوف شريان عم تسكر إما من وراء جلطات وإما من وراء انسلاخ بالجدار،
وعم نشوف ضعف بعضلة القلب متأتي إما من وراء الدبحات يلي عم تصير أو الكهرباء، مشاكل الكهرباء، أو حتى التهاب تلهب بخلايا عضلة القلب. مرض لئيم للصراحة، يعني مرض لئيم بيجي على مراحل. يعني أول مرحلة بتشوف المريض يمكن ما بيشي، بعدين بيصير عنده النمونيا، الالتهاب الرئوي، بعدين بيعمل ARDS، يعني وقت الرئة بتصير كأنه التهبت كلها، بعدين وقت يبلش يظهر شوي من الرئة ببلش يتأثر القلب، يعني بيجوا الضربات، وبعدين الكلوي كمان بتتأثر بالجلطة، الكلوي بتأثر، وبتلاحظ أنه عم بتصير هالشغلات أكثر عند الأشخاص اللي عندهم already predisposing factors. صح، يعني الكبير بالعمر اللي عنده ضغط، اللي عنده سكري، اللي عنده مشاكل بالقلب already. وبتلاحظ كمان أنه الأطفال ما عم بيتأثروا. إحدى theories انه ليه الاطفال ما عم بيتاثروا، لانه الاندوثيليوم تبعهم بعده، يعني الخلايا تبعيت الشرايين اللي من جوا منيحه وما عم تتاثر، ما عم تنأذى بالشكل اللي عم بينأذى المريض الاكبر بالعمر واللي عنده مشاكل اوريدي موجوده بجسمه. لا هذا اصبح واضح لانه يعني هلا كمان كل ما عم تمرق الفتره عم نتعلم اكثر انه الاطفال اقل تاثرا، بصير في عندهم تاثيرات ولكنهم اقل تاثرا بالعدد وحتى بالسيفاريتي، يعني قديش بتكون خطورة التأثر. وبعتقد انه من وراء هالشي هذا يمكن هون يمكن هذا ينفتح فيه ليلين لبعدين بتناقش بغير حلقة شو بده ينعمل بقضية المدارس للمرحلة القادمة، لانه كانت كلنا بنعرف انه تسكير المدارس كانت لانه بنعتبر انه الاطفال ممكن هنا ينقلوا العدوى بين بعضهم كأسرع طريقة لانتقال العدوى للكبار. فهلأ عم نشوف عم نعرف أنه هذا الموضوع أقل. بالخلاصة بعتقد كلنا منتوافق أنه إذا قلنا مرض لئيم عم نكتشف كتير أشياء فيه، بطل مجهول قد ما كان مجهول، بتبقى قضية الجلطات والتخثرات هي اللي هلأ عم بيلعبوا دور كبير بهالمرض بدون شك. هيدا عم يكتشفوا، عم ينكشف أنه دورهم أكبر بكتير مما كنا مفكرين. يمكن لو جينا من شهر بدنا نحكي عن هالأمور كنا قلنا إيه بصير فيه مثله مثل غيره. هلأ بلشت آخر شهر، يعني من شهر 4 لهلأ بلشت المعلومات تقلنا أنه دور الأمبوليزم والثرومبوسيس بهالمرض والتخثرات بهالمرض كتير أكتر مما الأمراض المشابهة اللي بتكون بهالمستوى من السيفاريتي. بعدين أنا بدي أقول شغلي، سوري قطعتك. لا تفضل. هي عادة سايقة عندي، بعتذر. هيدا أول مرض، يعني بست شهور من أول ما طلع المرض لهلأ كمية المعلومات اللي عنا خرافية. يعني إذا بنتذكر الأمراض اللي كانت تطلع بالزمانات، نحكي عن الإيدز، السيدا بالثمانينات، ما صار فيه كمية المعلومات اللي صارت موجودة اللي وصلت لهالدرجة بهالسرعة. بس كمان هيدا اللي عم تعمل إنه الأمور عم تقلب، وبنشوفها كتير على مستوى الأدوية والعلاجات. يعني بيطلع دواء تبع مارسيش وبينزل، بيرجع بيطلع دواء دراسة مطرح بيرجع بينزل. وآخر شيء طلعت من يومين هو إنه الكورتيزون، الديكسوميتازون، ديكادرون، اللي هو دواء رخيص وموجود إن شاء الله ما يكون مقطوع، نحن عم يقطعونا اللازيكس بلبنان هالأيام. فحتى هالدواء اللي هو ياخد المريض اللي عنده حالة متطورة من الرواية ونمونيا و ARDS ياخد ديكادرون بيتحسن وبتخف المورتاليتي. فهيدي الأمور عم تتغير، منا عم بتكون ثابتة، ونحن بدنا نضلنا عم بنواكبها وعم نضلنا ماشي معه. يمكن بسوى هون كمان يعني هيك تضوي ما تأكدت، بس انه بالضبط هذا هو الشيء يعني مهم انه عطول نضوي، وهون لا ما يعلق شيء بذهن احد المشاهدين سواء الطبيب او مش طبيب، أهمية انه الفرق بالدراسات، انه بين هي دراسات هل هي ملاحظات عم تتجمع ولا هل هي فعلا دراسة عم تنعمل بالطريقة الدبل بلايند اللي بنسميها، انك انت تعطي تبرهن السببية بالعلاقة ما بين الشيء اللي نحن عم نفترضه انه هو مربوط فيه او لا. وأحسن دليل بعتقد الكورتيزون هلأ اللي عم تحكي فيه. دكتور بيير، شو أصلاً، ليش أصلاً اختلفنا أن الكورتيزون بيفيد بالكورونا أو لا؟ عقدت لي يعني. هي واضحة بالنسبة لإلي أنا متابعها من زمان. نحن مثلاً بالإنفلونزا إذا بنعطيهم كورتيزون في دراسات بتقلنا أنه المريض بيتضرر، والإنفلونزا هو مرض بيشبهه بطبيعة الحال للكورونا.
بالاي ار دي اس اللي هي بتنتج عن الالتهاب الرئوي بتنتج على في اوقات معينه فينا نستعمل كورتيزون. وطلعت دراسه كمان من اسبوع مش من زمان ريفيود باللانسيت انه ديكادرون بالاي ار دي اس معقول يفيد. بس لحتى المشاهد يكون عم هذا اذا بدنا نبسطها للاي ار دي اس يعني هي فشل وظيفه الريا بالتنفس بدون وجود جلطات الريا بطلت أوكي. تمرق الاكسجين مثل ما هو لازم صار أوكي. في صعوبه يمرق الاكسجين الريا التهبت اوقات حتى بلا وجود جرثومه تعمل الالتهاب او فيروس تعمل الالتهاب هيدي رده فعل بتصير وبتلتهب الريا كلها يمكن الجرثومه موجوده مطرح بس الريا كلها التهبت وقت تصير هالحاله الدراسات ما كانت كتير واضحة إذا هالحالات بفيد الكورتيزون ولا لا. هلأ الكورونا وقتها يضرب الريا بيعمل هالحالة ونحن بنعرف إنه بالإنفلونزا ما كتير بنحب نعطي كورتيزون فهلأ وقتها تيجي دراسة إنه الكورتيزون بفيد هيدي بدها تغير طريقة بس شوي العلاج. يمكن ما بيعملها شوي بالمرحلة المتأخرة لأنه أول مرحلة بيعمل أكثر من شنطنج يعني yes. بيكون الدم مسكر المجاري عم بيوصل الأكسجين بس ما عم بيلتقط مع الدم فما عم بيصير فيه good oxygenation بأول فترة عم بتكون more of يعني إلى علاقة بالتجلط أكثر ما إلى علاقة بالARDS بس مع بالمرحلة الثانية عم بتصفي more of an ARDS picture يعني الريكفري ترايل بعدهم وقفوها بكير لأنه النتائج كانت مذهلة لإلهم 35% خففت المورتاليتي at 28 days بعدين عطيو كورتيزون ليومين بس بعدهم بعدها بدها تتحلل وبدها نرجع نعملها المهم أنه كلنا نعرف كمان أنه كل اللي عم نقرأ اليوم يمكن نقرأ بعد شي أسبوعين ثلاثة شي يثبتوا أكتر أو شي يحط علامات استفهام أو يحدد وين هالشي بينفع بأي مراحل أكثر صح. او باي اشخاص اكثر فهيدا كلنا سوا لحتى ما ناخذ مثل ما قلنا قبل انه كل شيء انه الكورتيزون رح يكون كل شيء او انه هيدا دواء بيعالج الكل كل شيء رح يكون له بيرسونلايز ميديسن كل شغله بدنا نلاقيها لكل مريض شو الانسب له نذكر حكينا غطينا تقريبا مواضيع عديده اخر شيء هلا كان عم يختمها دكتور حب الله بقضيه الاختلافات بالعلاجات وكيف عم من هذا خلال فترة أول الكورونا نحكى بقضية أنه نمنع ما نعطي مثلاً لأي حدا بيرتفع حرارته وشاكين في كورونا ما نعطيهم الأدوية العادية اللي هي النون ستيرويدل مثل الأدفيل أو البروفين أو شيء هيك أوكي. اليوم عم نجي هاي الدراسة اللي هلأ عم تعرضها دكتور بخليل اللي بتحكي أنه الكورتيزون اللي هو إذا بدك أقوى نوع مضاد تلهب مقارنة بهوديك بفيد ف شو اذا بدك انت هيك رايك الشخصي يعني بنعرف نحن انه طلعت معلومات بدايه من الصين قالت انه الكورتيزون مهم لعلاج صح. الكورونا اجت بعدين معلومات من ايطاليا وقالت لا وقفنا هون نحن كمجتمع طبي انه بنعطي او ما بنعطي اجت هلا هيدي الدراسه عم تخلينا نميل اكثر انه نعطي هيدا كانت راندومايزد كنترول يعني كانت مدروسه اكثر وعلميه اكثر عشان هيك ميال امشي بهال تمشي فيها امشي فيها بس مثل ما قلت بعد ما ما صارت ببلش ببير ريفيو جورنال يعني هن اعلنوا انه اضطرينا نوقف الدراسه لانه التحليل الاولي بين فرق 35% ريديوست مورتاليتي فهيدي منا لوحدة وقفنا الدراسة لأنه تبين معنا هالنتيجة اللي ما كنا متوقعينها بس لحتى بس كمان نشرحها شوي أكثر ايه يعني اللي عم تقولوا أنه توقفت الدراسة بشكل سريع قبل أوانا لأنه النتيجة كانت مبهرة بتخفيف عدد الوفيات ب 35% ايه بس بعد ما حللوا يعني ما فتنا بالتحليل تنتأكد أي ناس بيستفيدوا وأيمتن أكتر أيمتن هلأ بدي أرجع أقول نحن المرضى اللي بيكونوا بالآي سي يو بيكونوا بالإنتنسيف كير يونيت اللي عندهم كورونا وما عندهم كورونا في كتير أوقات بتستعمل كورتيزون فهيدي منه إنه شيء غريب نستعمل كورتيزون وحتى نحن مستعملين هالدواء بمرضى الكورونا قبل ما تطلع الستدي بس مش لأنه كنا عم نعمل الدراسة أو شيء لأنه بنستعمله بغير أوقات بس بدنا نشوف الداتا
ونتأكد منها قبل ما نقدر نقول إنه هيدا دواء خلاص صار كل المرضى الكورونا بالإنتنسيف كير دغري بدنا نعطيهم ديكادرون. دكتور حبالله، دكتور أبو خليل، نختم بموضوع كثير محدد هو قضية كمان من باب التخثر والجلطات. نعرف كثير منيح إنه كل مريض بيعمل عملية من حسب المخاطر يلي هو موجود بيعاني منها بداية، منقرر إذا منعطيه أدوية تمنع وقاية للتخثر، أو ويمكن هون كثير من المرضى أصلا بيذكروا ليش الجراحين بيجوا تاني نهار بيشددوا على المريض إنه قوم امشي قوم امشي. شو صار بقضية الجراحة بشكل عام، وشو عم نعمل كرمال أول شيء قضية التخثر تحديدا؟ هل تأثرت هيدي الاحتياطات اللي عم ناخدها بالشيء اللي عم يصير؟ بسمع منك دكتور حب الله ونختم مع دكتور أبو خليل بهالموضوع. نحن عنا بروتوكول كتير محدد لكل مريض بفوت على الجامعة أو على بحاجة لعملية، شو مفروض ينعطى بالنسبة للوقاية لحتى ما يصير في عنده جلطات. والوقاية بتختلف من شيء بنسميه ميكانيكال ديفايسز، يعني آلات بنحطها على القدم وعلى الساق تضغط بشكل انه بتخلي بتساعد الحركة الدموية تمشي او تخلي الدم عم بيحرك، الى ادوية ابر تحت الجلد بنعطيها لحتى نمنع احتمال يصير الجلطات. فبتختلف على نوعية العملية، وقت العملية، قديش الديوريشن تبعيتها، قديه بتدوم العملية، محل العملية. إذا واحد عم يعمل عملية بالرأس البروفيلاكسس تبعيته لهيك عملية غير إذا واحد عم يعمل عملية بالإجر أو بالبطن. ففي عنا بروتوكول لكل مريض نعمل، منشوف قديه الريسك فاكتورز تبعوله، شو هني الاحتمالات اللي بتخليه يصير عنده جلطة، وعلى أساسها بنعطيه العلاج المناسب. تقريبا معظم العالم كلهم بيستفيدوا من ميكانيكال اللي هي اللي بنحطها مضخات على القدم او على الساق لحتى تضغط الدم. هيدي بنحطها قد ما فينا نستعملها. بالاضافه لهالشيء هيدي منا كافيه، لانه بنستعمل ابر تحت الجلد اللي هي مسيله للدم لحتى تساعد انه المريض ما يصير في عنده جلطه. واوقات كتير بنخلي هالدواء ياخده المريض حتى بعد ما يترك المستشفى، لأنه بيكون حتى بعد ما يترك المستشفى مع أنه وضعه كتير منيح بيكون معرض أول جمعتين ثلاثة بعد العملية أنه يصير عنده جلطات، فبنعطيه يكملها بالبيت لوقت اللي يصير المريض عم يمشي ويحرك واحتمال الجلطة عنده تكون أقل بكثير من قبل. كيف تأثرت بزمن الكورونا هلأ؟ ما تأثرت لأنه ما عندنا كتير مرضى عندهم كورونا عم بيعملوا عمليات. يعني معظم يعني كل المرضى اللي عندنا عم بيعملوا عمليات وعم بيكونوا ما عنده الكورونا. عم تفحصوهم؟ عم تفحصوهم. كل واحد بفوت على غرفة العمليات قبل ما يفوت ب 72 ساعة مفروض يكون عامل PCR تيست لنتأكد انه ما عنده ريسك اوف كورونا. نفحصه، عوارض مش موجود، PCR مش موجود، بناء عليه بنعمل عملية غير هيك. مزبوط. ولما بيعمل عملية لانه PCR في 30% ريسك اوف فولس نيجاتيف، كمان بنعامل كل مريض قد ما فينا بوقاية ليكون عنده لا سمح الله فولسلي نيجاتيف. فدايما بس ما ينزل المريض بنكون حاطين ماسك على وجهه، وبنتعامل بتفادي اي مشاكل، وبطريقه البنج بتكون مختلفه خاصه لحتى ما يكون في اي ريسك على الطاقم الطبي خلال البنج لانه يتعرض لمشكله. دكتور أبو خليل، نختم معك حضرتك. رحله المريض ما بتخلص لما بنقول له صحيت تفضل صار فيك تروح على البيت. ذكر الدكتور حب الله شو بنعطيه إرشادات بس يظهر، بس يطلع برات المستشفى. شو عم تعطون إرشادات لمرضى الكورونا بس عم يفلوا، خصوصا تحديدا بقضية إذا بشكل عام وبشكل خاص لقضية التخثر؟ هلأ أول شيء بدي أقول أنه مرض الكورونا بالنسبة للالتهاب اللي بيعمله معروف عنه أنه بيطول. يعني نحن كنا حكينا على ARDS وصفتها انت انه التهاب بالرئة، هيدا عادة بيضاين كذا نهار. مع مرضى الكورونا هالامور عم تاخد اسابيع مش عم تاخد ايام. يعني رحلة مريض الكورونا خصوصا اذا سائب عنده الحالات المتقدمة عم بتكون رحلة عم تنعد بالاسابيع مش عم تنعد بالايام. فوقت يجي المريض يصير حاضر بده يترك المستشفى، في حالة من اثنين، يا اما بعد عنده كورونا بس حالته تحسنت وبطل بحاجة للمستشفى،
أو هذا المريض خلصت الكورونا والتداعيات تبع المرض تبعه تركه بالمستشفى مدة أطول، يمكن الكلاوي بدهم غسيل، يمكن تاخذ أنتيبيوتيك whatever. فطبعا هول بنعملهم شوية بنعملهم بطريقة مختلفة، بس كل الإرشادات هي إنه ياخذوا علاج البروفيلاكسس للوقاية من الجلطات حتى وقت يروحوا على البيت لمدة بتوصل للأسبوعين. يعني مبدئيا غطينا موضوع التخثرات والجلطات بجوانبه المتعددة، بداية مع الأوردي والشهيين، مع دكتور جمال حب الله رئيس دائرة الجراحة بمستشفى الجامعة الأمريكية متشكرك، صديقنا الدكتور بيير بوخليل رئيس قسم الرواية أمراض الرئتين في مستشفى الجامعة الأمريكية وحاليا أنت المناوب على قسم الكورونا، بتشكركم جزيلا. عندنا شيء أسئلة حاضرين جاوبنا عليهم كنتوا عم تمرقوا لي إياهم إحنا وهيك مبدئيا، هو هنا الأسئلة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، منلتقى إن شاء الله الثلاثة القادم بحلقة جديدة، ومبدئيا للتوضيح حيكون الفترة القادمة إن شاء الله نحن مكفيين، وإن شاء الله نقدر نجاوب على أسئلتكم ونحط الـ المواد يلي انتو بتعتقدوا انه هي مهمة لألكم. شكرا لألكم.